هذا بحر عندنا نسميه المسدار، المسدار، ويستخدم عادة للحماسة للفخر، ويستخدم أيضا كذلك في الغزل، وهو بحر من بحور البادية عندنا في السودان. في السودان فقط يسمى؟ لا، هو الآن في المناطق العربية كلها تقريبا لا يوجد إلا في السودان يعني. إيه المسدار. نعم، المسدار أو الدوبيت. الطيب والكرم، الطيب والكرم في بلدي أصله وفصله، نحن أهل الأمانة الما في زينا أصله، غنى لنا الشرف والمجد قام يرقص له رسم الاعتزاز بالغالي قاطعين وصله. عليكم زود. مين بينكر وقوفنا وقد طردنا الباشا والخواجة يوم جيناه فوق جياشة، كلا ثم كلا ثم كلا وحاشا نتراجع ورا يوم اليجن رشاشة، يوم الهيا عندنا ما فجيعة مسرة، وإن كرينا ما متنا نعيد الكرة، بايعين النفوس دون البلاد الحرة ما بين الضروس، لحمتنا قاسية ومرة. سوداني الهوى ما عليك زود، وأبوي هواه سوداني زول نخوة، ومع الفرسان حجزت مكاني، ما نل في الفزع تطلبني ما تلقاني، كان احتجت لي بالفاك قبل تلفاني. واليوم اليوم جيت أشرف أهلي في دار زايد، الراس المثل ما اسمه زايد زايد حرم، ما بدور من مدحي فيه وعوايد، أرقد في سلام يا ذا الهمام الخايد. سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. كان احتجتني بالفاك قبل تلفاني. الله يسلمك. اي والله، اي والله، هذا الكلام. الله يسلمك.